السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طهر قلبك إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. طهر هذا القلب، اجعله نقيا مباركا طيبا طاهرا، أخرج منه الحسد والضغناء والحقد والبغضاء، أخرج منه العجب والكبر والخيلاء، اجعله كالماء الزلال لتلقى الله وقد رضي عنك. وأسكن فيه، أسكن فيه خوف الله، خشية الله، محبة الله، محبة المسلمين، الحب للخير للناس، الطمأنينة، السكينة، ليكون قلبا مستعدا لنظر الباري ولرحمته سبحانه، ولتأتي يوم القيامة بقلب سليم مبارك مطهر طيب عند ملك الملوك الكريم.